السلام عليكم الطالب محمد سويل. اليوم حنبدأ نشرح الفويس اوفر اي بي الفويب. الفويس اوفر انترنت بروتوكول ومجموعة من الكوميونيكيشن بروتوكول نستخدمها في التوصيل الفويس كوميونيكيشن والمالتي ميديا سيشن. بالسابق كان الفون اللي هو التليفون العادي يستخدم تقنية السيركت سويتشنج. من ظهر الاي بي والبروتوكولات الفويب صارت الاتصالات فويس اوفر انترنت بروتوكول باكيت سويتشنج اللي هو فويب وورك. طبعا الفويب يعمل على كونفيرت voice or media into digital signal travels over the internet. الفويب ايضا يسمح make call من الديسكتوب او اللابتوب او الاي بي فون باستخدام الانترنت. عندنا اذا نريد نستخدم التليفون القديم طبعا موجود سبيشال ادابتر حتى نربطها نقدر وهي تقنية الفويب. الابليكيشن على الفويب اللي هي اكثرها بنستخدمها في حياتنا اليومية اللي هي مثل سكايب والماسنجر الفايبر الاي شات، ونقدر نستخدم بعض البلاتفورم مثل ويندوز واللينكس والاندرويد. هاي نستخدمها بحياتنا اليومية كتطبيقات على الفويب. بعض الفروقات بين ال بي اس تي ان والفويب. ال بي اس تي ان طبعا البدالات القديمة اللي تعمل بطريقة السيركت سويتشنج. نقول اول فرق اللي هي الكارير لاين. ال بي اس تي ان dedicated line required from telecom company. الفويب only internet connection required. يعني الفويب صار اسهل هنا، مجرد نستخدم اتصال بالانترنت راح نقدر نأمن اتصال من خلال الفويب. الباندوث عندنا البي اس تي ان تحتاج 64 كيلو بت بير سكند لكل اتجاه لكل دايركشن. الفويب فقط يستخدم 10 كيلو بت بير سكند فور ايتش دايركشن. فيتشرز ان البي اس تي ان بيها الكول ويتنج والكول كونفرنس الكول اي دي افيلبل ات ان اكسترا كوست. هنا هذه الخدمات هي اكسترا كوست. بالفويب عندنا all features are generally free، جميع الخدمات مجانية. upgrade and expansion البي اس تي ان very complex change hardware and wires، صعبة جدا طبعا لان البدلات القديمة اذا شايفيها بيها مجموعة كبيرة من الوايرز وصيانتها صعبة. الفويب sometimes just more bandwidth and software upgrade. عندنا الفويب فقط يحتاج يا اما صيانة software تحديث يا اما اضافة bandwidth. البروتوكولز المستخدمة في الفويب هي الـ IMS IP Multimedia System والـ MGCP الـ Media Gateway Control Protocol والـ SIP Session Initiation بروتوكول والـ RTP Real Time Transport Protocol والـ SDP Session Description Protocol والـ AX الـ Inter Strike Exchange. قبل ما ندخل باللاب العملي راح نحكي عن الـ Cisco Call Manager Express الـ CMA. CMA Software تجهز شركة Cisco، هو خاص بالـ IP Phone. يجي
بعض الراوترات محمل عليها وتدعم خدمة التليفون سيرفس، أو يجي كسوفت وير احنا نحمله على بعض الراوترات أو على TFTP سيرفر. طبعا يجي هو بلايسنس من الشركة، اكو نسخة فري تدريبية أو تجريبية، واكو نسخ بيها لايسنس. طبعا تبدي التجريبية بها 42، تدعم 42 فيزيكال فويف. اما النسخ اللي بيها لايسنس تبدي حسب الكوست، يعني حسب اللايسنس مالتها. السي ام اي راح نستخدمه باللاب مالتنا هو الفيرجن سي ام اي 4.3.0.0، هذا يدعم 192 فيزيكال فون. راح نستخدمه باللاب العملي اللي حنشرحه الان. حتى نفذ اللاب الخاص بالكول مانجر عندي بعض الريكويرمنت لازم اوفرها، اللي هي جي ان اس دي ايميوليتر، فيرتشوال بوكس، اي بي سيسكو كوميونيكيتر اللي هو السوفتوير الخاص بالاي بي فون، تي اف تي بي اللي هو راح انزله حتى احمل السي ام اي من حاسبتي الى الاو اس مال الراوتر، وعد السي ام اي سوفتوير اللي هو فري لايسنس انزله من موقع سيسكو. طبعا السيسكو اي بي كوميونيكيتر والسي ام اي فري لايسنس موجودات بالموقع مال سيسكو. حتى اربط الشبكة مالتي على فيزيكال لان راح استخدم ريال فيزيكال سويتش. بدي هاي التوبولوجي مالتي اللي تحتوي على راوتر 3745 اللي غير الشكل ككل مانجر راح استخدمه، وعدي 2 فيرتشوال بوكس راح استخدمها كاي بي فون، نزل عليها السوفت وير سيسكو اي بي فون، عدي سويتش يربط بيناتهم، وهنا مخرجها على ريال لان على ريال فيزيكال سويتش، راح اخرجها على لان حقيقية. نبدأ الكونفيجريشن مال الراوتر. طبعا عندنا هذا الراوتر اللي هو راح اخليه يشتغل كدي اس سي بي وتي اف تي بي سيرفر زائد كول مانجر، يعني راح يوزع الاي بيات ويشتغل كتي اف تي بي سيرفر. اول خطوة راح ابدي اسوي اعدادات الدي اس سي بي، اي بي دي اتش سي بي بول وي اعطي نتورك تورك 192 168 1 0 سلاش 24. راح اعطي ديفولت جيت واي مالتي، ديفولت جيت واي 192 168 1 1. هنا راح اعطي الاوبشن 150، هذا يفيدني حتى اعبر تي اف تي بي من خلال هذا الجيت واي اللي هو اي بي 192 168 1 1. هنا راح تعبر اعدادات التي اف تي بي للاجهزة الاي بي فون عن طريق هذا الاوبشن. لهنا انا انتهى عدي الاعدادات الدي اتش سي بي. راح اروح للفيرتشوالات حتى اشوفها استلمت اي بيات. هاي الفيرتشوال استلمت اي بي 192 168 1 4 من الدي اتش سي بي الخاص بالكول مانجر مالتي، استلمت 1 4. هسه اذا سو بينج 192 168 1 1 على السيرفر مالتي وصل تي تي ار. هاي هسه بين الفيرتشوال وبرنامج جي ان اس 3 على الكول مانجر سويت بينج، رجع لي ريبلاي. هسه بعد هاي الخطوة الثانية راح اجي احمل السي ام اي سوفت وير على الراوتر واسوي له اكستراكت عن طريق التي اف تي بي اللي نزلته بالحاسبة، اللي هو هذا التي اف تي بي اللي نزلته الحاسب. اجي براوز
اخلي الملف، احمل الملف اللي بي ال CME software اللي هو سميته TFTP، وطي الاي بي التارجت اللي ما اخذته حاسبته من الفيرتشوال 162.168.192.168.1.2، ارجع ال كوماند لاين مالتي للراوتر، راح اعطي لي عاز اركيف حتى اسوي له اكستراكت، اركيف تار اكستراكت تي اف تي بي 192.168.1.2، هالاي بي التارجت مالتي 1.2، واطيل اسم لل CME software CME fault 4.3.0.0.tar flush. طبعا هاي العملية هسه بدأ يسوي extract للفايلات بالراوتر، هاي العملية راح تطول 10 دقائق او اكثر، راح اوقف الفيديو بين ما تكمل عملية الاكستراكت وراها نكمل بقية الاعدادات. بعد ان كملنا عملية الاكستراكت راح نجي للخطوة الثالثة اللي نفعل بيها التليفون سيرفيس. تليفون سيرفيس راح اعطي الماكس دي ان، الماكس دي ان وهي تعني عدد الدايركتري، كم ملف افتح للدايركتري، ادي راح اسوي 10، راح افتح 10 دايركتري نمبر، ماكس ايفون، ماكس ايفون تعني عد الفيزيكال ادريس، اذا اعطي علامة استفهام راح يقول لي هاي النسخة من السي ام اي تدعم 192 فيزيكال اي بي فون، انا راح استخدم هسه 10. بعدها اطيل اي بي سورس 192.168.1.1، هذا الاي بي اللي راح استلم منه التي اف تي بي مالتي، راح اقول له السورس الك هو هذا الاي بي، واطيل بورت اللي يدعم، بورت اللي يدعم خدمة الفويس بورت 2000. بعدها ادخل افتح دايركتوري نمبر الاول ايفون دي ان 1، اعطي رقم للتليفون اللي هو النمبر، راح اعطي 1001 ليبل، اعطي اسم اللي هو مثلا الليبل اللي راح يطلع اللي هو 1001 فوق description، اعطي اسم اللي مثلا علي، اخرج منه ادخل على الايفون الثاني، راح افتح له دي ام دايركتوري نمبر، اعطي رقم نمبر 1002 ليبل 1002 ديسكريبشن محمد، انا كملت اعدادات الدايركتوري نمبر، راح ابدي اسوي عمليه ريجستر للفيزيكال اي بي فون ايفون 1. مجرد انه اني افتح السوفت وير اللي خاص بالاي بي فون راح يطلب عندي ريكوست للريجستر، راح اقول له الماك ادريس
الماك ادريس شلون اخذه؟ اعطي عاز دو شو ايفون، راح اشوف ال فيزيكال ايفون اللي طالبه ريكوست للريجستر. انا فاتح هسه سوفت ويرات اثنين، يعني تو ايفون طالبه عد ريجستر، وراح اقول له الواحد خلي الماك ادريس مالته اللي هو الماك مالته هذا، مجرد اسوي له كوبي بيست انتر واطي البوتون 1-1 اكزيت، اجي اسجل الايفون 2 ايفون 2 ايضا راح اعطي الماك ادريس، الماك ادريس قلنا الثاني هذا، سوي له كوبي بيست طيب بوتون 1-2 لهنا انتهت عملية التسجيل عندنا اكزيت. نروح لل اي بي فون اللي هو بالفيرتشوال نشوف اسجل. بعدها سوينا عملية الريجستر للفيزيكال فون، راح نجي نفتح الفيرتشوال نشوف هاي انه الفيزيكال فون استلمت اعدادات السي ام اي اللي هي هاي 1002 وهنا 1001. راح اجي اتصل 1001 هسه تمام عندي وصل اتصال، راح اعيد الاتصال بالعكس من حاسبتي الى الفيرتشوال. تمام حاليا سبعة انتهت نجي على اذا اردت اضيف اجهزة حقيقية على الشبكة مالتي، مجرد اني اربط الاثرنت مال حاسبتي على فيزيكال سويتش واضيف اجهزة حقيقية من اي بي فون او حاسبات منزلين عليها السوفت وير مال اي بي سيسكو كوميونيكيتر وتكمل عندي، يعني عادي مجرد اسوي لها تسجيل كما سجل ذن الايفونات السوفت وير الفيرتشوال. لهنا ينتهي اللعب وشكرا لاستماعكم.